نعم والله هو مشكل، يعني هناك www.com الكثير من يعانون من الزيادة في الوزن، والكثير كذلك من يعانون من النقص في الزيادة، ويعني كلا الأمرين يمر. فالضعف الجسدي، من نصحك يا أخي هذا السيد أحمد حدادي، من نصحك بممارسة رياضة كمال الأجسام فقد كذب عليك. والرياضة لا تزيد في الوزن ولا تزيد في العضلات ولا تنفخ الجسم ولا تنفخ العضلات أبدا، إنما هي الرياضة تصحح العضلات فقط، فتصبح يعني تصبح عضلات شديدة فقط في الجسم، إنما لا تزيد ولا تنقص أبدا. والذين يمارسون الرياضة، هناك الكثير خصوصا في الصباح نجد الأشخاص يلبسون البدلة الرياضية، ويعني يمارسون رياضة الجري ورياضة يعني الحركات كي ينقصوا من الوزن، فهذا خطأ كبير. فالرياضة لا تنقص من الوزن ولا تزيد في الوزن بالبتة، يعني ربما تنقص إذا صاحبها نظام غذائي، ولكن لا تزيد في الوزن أبدا ولا تزيد في يعني في العضلات. وبالنسبة لهذا الشخص الذي يعاني من الضعف الجسدي، فيجب أولا أن يتأكد من الناحية الطبية هل لديه أمراض تحول دون ذلك، يعني بعض الطفيليات في الأمعاء قد تحول دون الزيادة في العضلات وفي الجسم وفي الوزن. وهذه الطفيليات هي كثيرة عند الأشخاص، وهي كثيرة كذلك حتى في اللائحة. يجب أن يتأكد هذا الشخص بأن ليس لديه طفيليات في الأمعاء، ويجب أن يتأكد بأن ليس لديه خلل في الامتصاص، خصوصا الأمعي الغليظ. وإذا تأكد وكان كل شيء على أحسن ما يرام، فيجب أن يتناول مأكولات طبيعية جيدة فقط، لكن هذه المأكولات يجب أن تكون مصحوبة ببعض الحبوب التي تساعد على الامتصاص، ومنها الحلبة. يجب أن يتناول الشخص حلبة وزعتر وكذلك عسل وعكبر النحل أو البروبوليس، هذه الأشياء تساعد كثيرا على الزيادة في الوزن وتساعد على الهضم وعلى الامتصاص، خصوصا الأشخاص الذين لديهم يعني نقص كذلك حتى في العظام، يعني وتسوس في العظام. هو نفس السؤال للأخت سهام كذلك، يعني 23 سنة وتعاني من النحافة، فيجب أن تتأكد هل ليس لديها طفيليات داخل الأمعاء أو بأمعائها، وهي تزن 40، وهذا شيء خطير، لأن 23 بوزن 40 لديها أشياء. وقد تكون قد يكون هناك تسممات، يعني بعض الأشخاص قد يصادفون أشياء يعني تسمم الجسم. لا نريد أن نتكلم عن تسممات يعني عن قصد، هناك من يسمم شخص آخر عن قصد، لكن لا نتكلم عن هذه الأشياء. وقد تكون، ولما لا، قد تكون لأنها شائعة في المجتمع، ويجب أن ننبه. وهذه الأشياء لا يتطرق إليها الطب أبدا، والطب الذي لا يتطرق لأشياء اجتماعية موجودة في المغرب هو ليس طب، هو طب ناقص، وهو عاجز كذلك، فهو عاجز. فما نسميه الآن التسممات الإجرامية، فطب الآن يجهلها تمام الجهل ولا يقدر على معالجتها، لكن يبقى يعطي بعض الأقراص والحديد مثلا أو بعض الأشياء هذه، وهذه يعني أشياء حلول ترقيعية وحلول جاهلة، هي ليست حلول طبية علمية على تركز على أساس علمي. وممارسة أصحاب يعني وصفات طبية فيها حديد أنها تضحكني. فهذه الأخت يجب أن تتأكد من طفيليات، ثم تأخذ في تناول العقاية، هذه النبتة الموجودة في الصحراء المغربية، تأخذ عقاية وحلبة وتأخذ زعتر وتأخذ منتوجات نحل، عسل وعكبر، بروبوليس وحبوب اللقاح، هذه أشياء وجوه يعني كذلك غذاء الملكات، هذه أشياء جيدة للجسم وربما تزيد في وزنها. ولدينا حلول لهذه الأشياء، لكن نحن لسنا بصدد يعني إعطاء يعني إشهار عيادة، ولكن ممكن أن يتصلوا بنا الأشخاص هذو لإفادته مجانا، فنحن نعطي نصائح مجانية والحمد لله، ولا نريد إلا خدمة هذا الوطن. وهذه الأشياء الحمد لله ليست علي، لا نريد أي، لا نجد في صعوبة ولا نجد مشكل في يعني معالجتها، النحافة والزيادة في الوزن وحتى النقصان في الوزن. يعني هناك سؤال حول السمنة كذلك سنجيب عنه، وهي أشياء أصبحت لدينا بسيطة والحمد لله، يعني فضل الله سبحانه وتعالى أولا، وكذلك يعني المجهودات في البحث العلمي، وكذلك يعني تجربتنا الخاصة وممارستنا الخاصة لهذه الأشياء. فالحمد لله ليس لدينا مشكل في معالجة هذه الأشياء مثل النحافة وحتى السمنة.
نفس السؤال أخ عبد الغني وكذلك كرم عبد الإله وعبد الله، كل هؤلاء يعني كل الشباب يعني كل الذين يعانون من هذه الأشياء يجب أن يتأكدوا من الامتصاص ويتأكدوا من هذه الأشياء، هل سبق أن تسمموا أو هل سبق أن تناولوا شيء خطير في حياتهم أو في يعني 19 سنة ووزن 53 كيلو، فيعني قد يقبل لكن متر و72 غير مقبول، يجب أن يكون أكثر من 60. وهذه عبد الغني 27 سنة لم يعطي وزنه، يعني نحافة شديدة منذ صغره، فهذا أكيد على أنه أكل شيء في صغره وهو يحول دون نموه الجسدي، وربما قد يكون حتى نمو فكري، فهذا أكيد أنه أكل شيء لما كان في هذه السن. وكذلك كرم عبد الإله علي لم يعطينا وزنه، لكن بما أنه يتكلم عن أن هذا الشيء أصبح يؤثر على نفسيته، يعني وهو أصبحت لديه عقدة، فهذا أكيد على أن لديه نحافة غير مقبولة ويعني تفوت الحد. وهذه الأشياء يعني لماذا اخترنا وكل هذه يعني هذه الأسئلة هي من صميم الواقع ومن صميم المجتمع المغربي، فأنا يعني أكاد يعني يعني أكاد أجزم 90% على أن هؤلاء الأشخاص أكلوا شيء سام في حياتهم، ويجب أن يتأكدوا من ذلك، والحمد لله الحل موجود، ويجب أن لا ينزعجوا، فممكن أن يعني ممكن أن يزداد وزنهم وممكن أن يتخلصوا من هذه العقدة. خير خلق الله.